السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كل شيء بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش غادي نفوروا الكسكس بواحد الطريقة زوينة بزاف. ما تحتاجناش ثلاثة ديال التفويرات غير بزوج، ولكن غادي تكون بجوج ديال المكونات اللي غادي يخليوه يجي لينا رطب مزيان بحال الريشة، وما غاديش نحتاجو نديرو له ثلاثة ديال التفويرات. وغادي ان شاء الله نشوفوا حتى شحال غادي ياخذ لنا ديال الماء بالنسبه للمبتدئات اللي ما يعرفوش شحال ديال الماء اللي غادي يدخل فيه. نتمنى تشوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. الا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو اشتركوا مع تفعيل الجرس باش تواصلوا بالجديد. الا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك. ويلا بسم الله. بالنسبه للكيلو ديال السميد الكسكس ممكنكم ديروا الرقيق ولا الغليظ اللي كنتو كتحبوا. المهم عندي كيلو غادي ندخل فيه 4 ديال الكيسان ديال الماء عادي ديال الروبيني، وبالنسبه للكاس ديال 200 مليلتر. بالنسبه للاخوات اللي ما يعرفوش يعني بغاو يتعلموا الكسكس وما يعرفوش شحال ديال الماء اللي خاصهم يعملوا فيه، غادي نديروا فيه 4 ديال الكيسان ديال الماء، نغمروه مزيان ونخليوه 5 ديال الدقائق حتى غادي تشرب لينا كامل داك الماء كيف ما غادي تشوفوا معايا. من بعد ما دازت عليه 5 ديال الدقائق كيكون بحال هكذا، غادي نوجد قدامي نص كاس اللي كيف ما قلت لكم اكبر شويه من الكاس ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت، ونوجد قدامي الملحه. غادي نحل الكسكس ديالي مزيان. السر ديال الكسكس انه يتفور غير جوج ديال التفويرات ويكون كافي. بالنسبه للناس اللي كيخافوا ان الكسكس اللي كتفور جوج المرات وانا وحده منهم، كنبغي ندير له 3 ديال التفويرات باش هكذا ما يوجع في الكرش ما حتى حاجه. ولكن هذا النوع هذا ولا هذه الطريقه اللي كنعطيكم شابعه ما شابعه داكشي اللي خاصو يتشرب في 3 ديال التفويرات، حنا غادي نديرو غير في جوج ديال التفويرات ولكن بواحد الطريقه اللي ناجحه باش ما يجينا لا مرون لا حتى شي حاجه. غادي نحط عليه نص كاس ديال الزيت ومعلقه صغيره عامره ديال الملحه في الكيلو ديال الكسكس. الا كنتو كثرتو زيدوا في الملحه، الا كنتو قللتو نقصوا في الملحه. المهم نتوما وحسب الذوق ديالكم ديال الملحه. غادي نحاول انني نلبس مزيان ديك الزيت، الزيت ما درناهاش في الاول. علاش؟ باش هكا الكسكس ديالنا يتشرب لذاك الماء مليح. الا درنا فيه الزيت من الاول راه ما غاديش يتشرب لينا، يعني غادي يتلبس من ديك الزيت وغادي تمنع على الماء يدخل لينا في الكسكس ديالنا. صافي، غادي نجيبو الكسكاس ديال البرمه، وطبيعه الحال البرمه فيها الماء وفوق النار كتغلى. غادي نحط عليها الكسكس وانا كنحل فيه كامل. بالنسبه للمكون الثاني اللي السر ديالو انه يجي بحال القطن، هو الخميره ديال الحلوى 15 غرام في الكيلو، يعني الا درتو نص ديرو 7 غرام. غادي نحطها غير خاص تكون اول حاجه البرمه عاليه وما يكونش الماء كثير، باش هكذا فاش غادي نحطو الخميره ديالنا ما طفيتش لينا وتطلع، يعني خاص يكون الماء قليل والبرمه عاليه. صافي، حطيت عليه الكسكاس فاش كنعرفوا ان الكسكس ديالنا تفور، حتى غادي تشوفوا معايا كي غادي يكون. صافي، من بعد ما دازت عليه اكثر من 20 دقيقه كنشوفوا داك لوفار طالع منه من الوسط، هذا يعني انه صاي مفور. كنحطوه في القصريه ديالنا بحال هكذا، كيكون مجموع هذا كنعرفوا انه صافي راه مفور، ما كتلصق لينا ما حتى شي حاجه. غادي هاد المره نحط فيه 4 ديال الكيسان ديال الماء. مره اخرى كنذكركم ان الماء عادي ديال الروبيني الكاس اكبر شويه من الكاس ديال العنبه، غير واحد شويه ماشي بزاف في الحجم اللي كيهز 200 مليلتر. نبقى كنرش كل مره، كل كاس كنرشو يعني ما نخويش غير فواحد البلاص، وكنبردو هكا بشي ملعقه لانه كيكون سخون بزاف. حتى غادي نكمل كامل دوك الربعه الكسكس ديالنا. هذا واحد من الاسرار ديالو اللي ما غاديش نفوروه 3 د المرات، يعني غادي يكون واخد واحد الكميه ديال الماء اللي خاصو ياخذها حتى في 3 ديال التفويرات. يعني معنا لاش نخافو انه غادي يمرضنا ولا شي حاجه، راه واخد الماء الكافي اللي خاصو ياخذو. نبقى كرش كرش حتى غادي نبردو مزيان بربعه ديال الكيسان. من بعد ما غادي نقد ولا غادي نحاول نحط اليدين ديالي ما غاديش يحرقني، غادي نبدي كنحلو. ضروري ما نحلوه باليدين ديالنا بحال هكذا، كيتحل بواحد السرعه. الوصفه راها ناجحه، مازال باقي لنا السر الثالث اللي كيخلي اللون ديالو زوين بزاف وكيزيد يعطي له واحد النتيجه بحال القطن. يعني غادي نكملوا له الطريقه ديالو اللي غادي تخليه لينا يجي بحال القطن بحال الريشه زوين بزاف. صافي، غادي نحلو بحال هكا، غادي نرجع نحطو في الكسكاس ونحطو مره اخرى
في البرمه حتى غادي يتفور كيف ما غادي تشوفوا، وبنفس الطريقه يعني حتى غادي يطلع منه لوفار بالكسكس ولا من الوسط ديال هذا بحال هكا. هنا كيعني انه صافي راه تفور مره اخرى. انا كنعاود بالنسبه للاخوات المبتدئات وكنحطوه في القصريه مره اخرى. هاد المره غادي يكون السر الثالث اللي كيف ما قلت لكم هو كاس ديال العنبه. يعني هنا ما عندناش كاس عامر بزاف، غادي يكون غير القياس ديال الكاس ديال العنبه ديال الحليب بارد ماشي سخون، ما نديروش سخون باش ما يتعجنش لينا. يعني حنا حاجتنا نبردو به، نبردو الكسكس ديالنا كيف ما غادي نبردوه بالماء غادي نبردوه بهذا الكاس هذا ديال العنبه نتاع الحليب. غادي نبداو كنرشوا به حتى غادي نكملوه كامل. الا كنا شفنا القصريه ديالنا صغيره ما غاديش نقدروا نحلوا الكسكس ديالنا على خاطرنا، نجيبوا شي قصريه اخرى ولا نجيبوا واحد البانيو اخر اللي كنكونوا كنفردتو كنحطوا فيه باش هكا نحلوا الكسكس ديالنا مزيان بعد ما غادي يبرد لينا. وحنا كنخلطوا خاصنا نحطوا الحليب وحنا كنخلطوا بحال هذا الشكل هذا، غير غادي نقد نحط فيه اليدين ديالي غادي مره اخرى نحلوا مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. نحاول نحط اليدين ديالي هاد المره بحال هكا صافي. انا هنا حليتو على خاطري بواحد القصريه اللي تكون شويه كبر من هذيك القصريه باش هكذا نخدم على خاطري وتكون الطريقه ديالي ناجحه. كنبداو كنحلو فيه صيور كيكون محلول ولكن كنحلو شويه باليدين ديالنا كنحصلوا على النتيجه ديالو بحال هكا خفيف بزاف كيف ما كتشوفوا معايا بحال القطن بواحد الطريقه جديده كتوفر لينا الوقت وفي نفس الوقت ما عندنا لاش نخافوا لانه واخد القياس ديالو ديال الماء اللي غادي ياخذوه في ثلاثه التفويرات واخد داك الحليب هذاك اللي غادي يعطي له واحد الرطوبه زوينه بزاف، اللون جميل بزاف كيجي بحال القطن، وديك الخميره اللي درنا في الماء كتعطينا النتيجه كتطلع لينا يعني مع هذاك الكسكاس كتعطي واحد النتيجه حتى هي كبيره للكسكس انه يجي خفيف وزوين. نتمنى يعجبكم الوصفه ولا تعجبكم الطريقه وتشاركوها مع ناسكم وحبابكم باش تعم الفائده. الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، الى كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو اشتركوا مع تفعيل الجرس باش تواصلوا بالجديد. غادي ان شاء الله هنا بغيتو تعاودوا لواحد التفويره عاودوا، ما بغيتوش انا مباشره غادي نمشي باش غادي نقدمه وغادي نشارك معكم كيفاش كيكون يعني كامل ومكمل مع لاصوص. انا كنشارك معكم واحد الفيديو خفيف وسريع ديال الكسكس ديالي من بعد ما قدمته في اليوم ديال هذا النهار تاع الجمعه. كان بحال هكا سمحوا لي على الفيديو كان غير بسرعه لان كلشي كيستنى. نتمنى يعجبكم، مرافق بالدنجال والقرعه واللبس والحمص والجزر. ما تنساوش تشاركوه مع اهلكم وحبابكم باش تعم الفائده. ما تنساوش خليو لي لايك والسلام عليكم ورحمه الله.